مهم جدا أن يكون هنالك استقرار أمني في الحياة العامة، وبالتالي من واجب السلطات التنفيذية ومنها وزارة الداخلية وحفظ الأمن الداخلي وارتفاع مستوى الاستقرار حتى يكون هنالك اطمئنان لدى المواطن العراقي. وإذا أردنا أن نتحدث عن بغداد والحملات الأمنية الأخيرة، أعتقد هي عمليات استباقية تستند على المعلومات، تستند على تعاون المواطن العراقي. المهم هو الحفاظ على نتائج تلك الحملات حتى يكون هنالك استقرارا واطمئنانا، وهذا ما يبعث رسالة أن الدولة العراقية هي في قوة حقيقية وليس قوة استعراضية. الحقيقة منذ اليوم الأول التي بدأت الحملة ضد الهاربين والمطلوبين للقضاء والمتعاملين بالمخدرات وغيرها من أمور الجريمة التي قادتها وزارة الداخلية في منطقة البتاوين، باركنا هذه الخطوة وهذه الحملة، وتمنينا من خلال حتى من خلال القنوات الفضائية أن تستمر هذه الحملة إلى ما لا نهاية، لأنه الحقيقة صار واقع مؤلم، وهنالك مناطق كثيرة في العاصمة وفي مدن أخرى من العراق أصبح صعب الدخول عليها أو يعني العيش فيها من قبل المواطن العادي. استباب الأمن في العراق واستقرار أمن العراق، وهذا يحتاج إلى حملات كثيرة وواسعة في المناطق والبؤر المشبوهة، وخاصة اللي تحتوي على أشخاص أو مواطنين خارجين عن القانون. حياكم الله. كان يا ما كان جرائم ترتكب في أكثر من مكان، غاب فيها الجنات بمناطق خارج سيطرة القوات، وبقيت مذكرات القبض في أدراج المكاتب، جنسيات أجنبية مختلفة وفدت بطرق غير شرعية واكتسبت الغطاء من النفوذ وأزاحت هيبة القانون والدولة لتستبيح الأرواح والممتلكات. عصابات عبثت بالأمن والاستقرار وأخرت قيام المشاريع والاستثمار إلى أن جاء ساعة الصفر، فأصبح السلاطين في القصور فارين في الشوارع بعملية أمنية سخرت الإمكانات والقوات لطي صفحة الخروقات وزج المجرمين في السجون. فهل ستكون هذه الحكاية التي نرويها للأجيال المقبلة، أم أنهم سينظرون الواقع ويكتشفونه؟ فهل يا ترى سيكون ساطعا أم مظلما حينها؟ ملفنا الأول راح يكون حول عمليات وزارة الداخلية في عدة مناطق ببغداد على غرار عملية البتاوين، وراح نتحدث فيها مع الخبير الأمني الأستاذ فاضل أبو الريف. حياك الله. أهلا مرحبا سيد فاضل. أهلا وسهلا أستاذ فاضل. بصراحة شلون اكتسبت منطقة البتاوين سيئة السمعة، كل هذه السمعة، وهل حققت القوات الأمنية جزءا من أهدافها حتى الآن؟ نعم بدأ. تحية طيبة لك فرح ومشاهدي قناتك الكريمة. يعني فرح البعض على هامش وعلى اعتاب هذه الحملة كتب وقال بأن هذه بأن منطقة البتاوين ما بعد 2003 وصلت لهذا المستوى كما وصفته بهذه السمعة. نعم. لكن أود أن أذكر، يعني قد يكون أنت ما كنت بالغ سن الحلم في حقبة الثمانينات. نعم. لعله في حقبة الثمانينات بالضبط بالتحديد بعد تسنم البعث زمام السلطة في 79
انتقى يعني لبعض جرائمه ولبعض مخططاته المشبوهة منطقة من خلالها تكون يعني محطا لركابه الإجرامية. فكانت البتاوين هي مصيدة لبضع مئات بل آلاف لاعتقال القادمين من شمال العراق، يعني اللي يجون من سليمانية ومن أربيل كان يتم وضع كماشات وفخاخ لهم ويتم اعتقالهم إلى زنازين الأمن العام وقتلهم. كانت عمليات الإفجار يعني حضرتك تقول البعث أنه خلى هذه كمصيدة للقادمين من الشمال في حينها طيب. وكانت تجار المخدرات ومروجي المخدرات، وإن كانت على مستوى لأن كان العراق هو ممر ومقر وساحة لنشاط المخدرات بان ثمانينات وتسعينات القرن المنقضي. نعم. فكانت البتاوين كذلك، كانت حبوب الهلوسة كذلك، كانت تدار شبكات الدعارة من البتاوين، وأيضا كانت أغلب عمليات الإتجار بالآثار والرقع النفيسة كانت أيضا من البتاوين. طيب. وأنا يعني لا أذيع سرا بهذه المعلومة، من شهد ومن عاصر هذه الحقبة يعي مليا، رغم أنه في حقبة السبعينات والستينات هي كانت مدينة للعوائل الأرستقراطية والعوائل الراقية، وكثير من لدينا رؤساء، أحد رؤساء الوزراء هو ولادته بمنطقة البتاوين. سؤالي شلون تحولت من منطقة مثل ما حضرتك تقول من صدام. منطقة تراثية صدام والبعث هو إلى الذي منطقة في الحضيض. سيدة ست فرح، صدام هو الذي قام بهذه الفعلة، وصدام كان يضع فيها الأشقياء وكان يدخر بها المدمنين، وكان يعني منطقة استشرت فيها حتى اللواطة. يعني الحملة التي استهدفت البتاوين، شوفي لم تكن هناك حملة حقيقية واقعية استهدفت البتاوين كما الحملة الحالية اللي استهدفتها. ليش؟ شنو فرق هذه الحملة عن الحملات؟ ممتاز، سؤال منتج. هذه الحملة احنا نقول باللغة العسكرية ليست العبرة بالنصر، انما العبرة بإدامة زخم النصر. انا شنو الفائدة اذا اسوي حملة بمنطقة ما وما يعني اقوم بدعمها لاحقا او تحافظ على منجز النصر؟ نعم، احسنتي، اصبت النصر من الذراع بهذه. اليوم الحملة أخذ السيد عبد الأمير الشمري معه بهذه الحملة عند ساعات الضياء الأولى مدير مكافحة المخدرات أحمد الزرقاني، وأخذ مدير مكافحة الإجرام اللواء عرفان المحمداوي، وأخذ قائد عمليات الرصافة اللواء ظافر المحمداوي، وأخذ أبو الجريمة المنظمة اللي هو لواء حميد، وأخذ كل ضباط الأجهزة حتى أخذ لواء نشأة الخفاجي مدير السفر والجنسية، أخذوا إياه كل مدراء صنوف وزارة الداخلية، أخذوا إياه لواء نشأة من أجل تدقيق اليد العاملة واليد الأجنبية، أخذوا إياه لواء أحمد الزرقاني من أجل مكافحة جريمة المخدرات، وبالفعل مكافحة المخدرات فككت 6 مجاميع في منطقة البتاوين على هامش هذه الحملة. مكافحة الإجرام الأخ لواء عرفان المحمداوي ألقى القبض على مجموعة أخرى أيضا كانت مطلوبة. كانت هناك عمليات اتجار بالبشر، بيع للقاصرات، بيع للأدوية المغشوشة، بيع لحبوب الهلوسة. يعني هذه العملية، بس حتى أفهم من حضرتك، هذول ألقوا القبض عليهم بالفعل لو أكو جماعة فروا منهم انهزموا؟ ست فرح، موجودون هؤلاء الآن تحت عناية ويد القضاء العراقي، هؤلاء ألقي القبض عليهم، ويعني عملية كبرى ست فرح، ولا تظنين أن هذه العملية عملية عابرة. الأخ عبد الأمير الشمري أقيم له فسطاط في داخل المنطقة وقريب من مقتربات البتاويين، وصار يدير وزارة الداخلية والعمليات من هذه الخيمة، خيمة بصورة مباشرة وبصورة مباغتة مع مدراء الصنوف ومع مدراء الدوائر برمتها. أنت تفضلت بنقطة جدا مهمة، قلت أكو عمال بجنسيات أجنبية مختلفة ولواء نشأة يدقق هذا الموضوع. اليوم يقولون بعض الناس، وأنا أقول لك رأي الشارع، أكو جهات ساندة سياسية ومتنفذة في الدولة هي المسؤولة عن هروب هذول العمال الأجانب. هروبهم من أين؟ من هذه المناطق. لا، هم دخولهم أول شيء وبهذه العملية هروب. لا لا ست فرح، لا شوفي ست فرح، يعني واحد كن يعني ينتقل المعلومة من النهل الصافي. نعم. قبل يومين ظهر منتسب بالشرطة الاتحادية، أي، ملثم مع أحد زملائنا الإعلاميين، قال ها أجرى لقاء عابر وانتشر هذا، قال هذه الحملة لا جدوى ولا طائل منها، اليوم رجعت المخ... أصبت
رجعت المحال بيع الخمور ورجعت المخدرات ورجعت، وصل الأمر للأخ عبد الأمير الشمري، أرسل بطلبه شخصيا، أرسل بطلبه، سأله قال ابني أين هذه؟ قال تلعثم. قال قل ولك الأمان. فريق عبد الأمير قال جهزوا لي سيارة مدنية، صعد مع هذا المنتسب بنفسه، قال صحيح. الآن تدلني على المحال. وصلوا إلى منطقة البتاون، قال له هيثم يلا دليني وين. قال له والله سيدي أنا ما بصراحة أنا كذبت، بس أنا كنت محتاج نقلة وإجازة، وكنت قلت هذا الكلام حتى ألتقي بيك، والآن التقيت بيك. إيه ليش أنت منتسب تكذب؟ هذا ما يشوش الرأي العام. نعم هذا ما يؤثر. ليش أنت تكذب؟ أقسم بالله ست فرح وأبيك وقسم بالمتلقي، المنتسب موجود بالبتاويين واللقاء موجود، وأنت هسه جنابك الصبح أنت وأي من كادر القناة يروح للبتاويين، إذا وجد ما يثير الريبة والقلق، وإذا وجد مكان ماخور أو دعارة أو شبهة أو حبوب هلوسة أو أدنى شبهة، أنت قدامك الإعلام وأنت قيمة حلقة بنفسك. شكرا شكرا جزيلا لهذا التوضيح. أنتقل الآن إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية عفوا الأستاذ مقداد ميري. حياك الله أستاذ مقداد. حياكم الله يا مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. نجحت عملية البتاوين بتقييم وزارة الداخلية، أين سيتم استنساخ التجربة في بغداد خلال الفترة المقبلة؟ لا أمكن تكرري السؤال، الصوت مو واضح. أي حاضر، سألتك نجحت وزارة الداخلية بعملية البتاوين، وين راح تستنسخ الوزارة التجربة في بغداد خلال الفترة المقبلة؟ سؤالي واضح؟ نعم بالتأكيد، وزارة الداخلية كانت في محاولة مهمة جدا لبسط الأمن في هذه المنطقة. هذه المنطقة من خيرة المناطق الحيوية في قلب العاصمة بغداد، وأعتقد العملية كانت مهمة وناجحة وحققت كل أهدافها. اليوم البتاوين جميع الشوارع مفتوحة، المخالفات انتهت. البتاوين اليوم ليست البتاوين قبل العملية، كانت مليئة بالتجاوزات والمخالفات ووجود الكثير من الخارجين على القانون والكثير من المتهمين، وبالتالي كانت عملية تنظيف لهذه البؤر، وفي ذات الوقت عملية تنظيف لجميع التجاوزات الموجودة. أصبحت الشوارع مفتوحة، سيكون هناك جهد خدمي، ستكون هناك خطة أمنية جديدة، ستكون منطقة حيوية مهمة إن شاء الله في قادم الأيام. نعم. طيب وين راح يتم استنساخ التجربة في بغداد خلال الفترة المقبلة؟ لأنه الوزارة نوهت عن وجود عمليات مشابهة ستكون في العاصمة بغداد. نعم بالتأكيد، الآن بدأنا بتنفيذ عملية في منطقة الأورفلي وحي البساتين والفضيلية، وباشرة القوات الأمنية بالدخول إلى هذه المنطقة، وأكيد ستكون هناك أماكن أخرى لكن لا يجوز ذكرها في الإعلام. نعم. لسرية هذا الموضوع وأهميته. هذه ليست الأولى وليست الأخيرة، البتاوين كانت بداية وهذه محطة أخرى وستكون هناك محطات أخرى. طيب العمليات التي قمتم وستقومون بها كانت تعتمد بالأساس على الجهد الاستخباري سيادة العميد؟ بالتأكيد، أي عمل تقوم به وزارة الداخلية هو مبني على معلومات استخبارات وجهد استخباري. اليوم احنا عندما نذهب بتنفيذ عملية يحتاج إلى يعني معلومات كاملة عن المنطقة وأهداف، وبالتالي هذا من واجب الاستخبارات في عملية البتاوين والعملية المنفذة حاليا وفي أي موضوع نقوم به، هو مبني على جهد ومعلومات استخبارات، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تؤدي دور مهم في هذا الجانب. طيب ما الخطوات التي ستقوم بها وزارة الداخلية للحفاظ على منطقة البتاوين بعد تطهير هذه المنطقة؟ يعني هسه تكون هناك قاعدة بيانات مثلا للمواطنين؟ نعم، الخطوات الجديدة خطوات مهمة، والآن باشرنا بخطة أمنية كاملة تختلف. هناك تعزيز الاستخبارات، تعزيز المخدرات، تعزيز الإقامة، فتح أقسام جديدة، خطة أمنية تختلف تماما عن الخطة السابقة، إضافة إلى دخول لأمن الأفراد، إضافة إلى دخول السياحة، دخول لأقسام أخرى، تعزيز لتواجد الشرطة، إضافة سيكون هناك كاميرات في المنطقة وإنارة وجهود خدمي وما شابه ذلك من هذا القبيل. نعم شكرا جزيلا وبارك الله بجهودكم سيادة العميد مقداد أميري المتحدث باسم وزارة الداخلية. شكرا جزيلا.
إذا أستاذ فاضل، شن هي المناطق اللي تشبه البتاوين وموجودة ويراد لها عمليات أمنية على غرار عملية البتاوين؟ يعني البتاوين لا تشبهها منطقة متكاملة، يعني قد تكون مناطق فيها نشاط مشبوه لم تطالها يعني فعالية ونشاط الأجهزة الأمنية. يعني يعني عينياً يعني فوتوكوبي يعني نسخة طبق الأصل من البتاوين ما تلقين غير منطقة. قد تلقين بغير منطقة نشاط لعصابات منظمة، قد تلقين نشاط لعصابات سطو. يعني حضرتك بنقول ما تلقي مثل منطقة البتاوين. بالتمام. البتاوين حاوية كل المنظومات الجرائم. نعم نعم، البتاوين حاوت المخدرات، حاوت الدعارة، حاوت الإتجار بالبشر، بيع الحبوب، بيع حبوب الهلوسة، الإتجار بالأعضاء البشرية، وكذلك الجريمة المنظمة، وكذلك اللواطة، وكذلك بيع حتى الأولاد الصغار، يعني للأسف يعني بيع الأطفال القصر والأطفال غير القصر، و يعني كثير من يعني الجرائم والموبقات التي يضيق المقام الآن بذكرها ست فرح. لكن أقول لك وللمتلقي وللجمهور متابعي قناة الأيام الكرماء، أقول لهم انتظروا قادم الأيام وسترون كيف أن وزارة الداخلية سيمتد ذراعها إلى أبعد نقطة يعتقدها المواطن أن هذه النقطة ستكون بمنأى عن الأجهزة الأمنية. بعد تطهير منطقة البتاوين قطعا بقية المناطق اللي عندها نشاط إجرامي ربما ستخفف من وطأة هذا النشاط تسترا وتهربا من وزارة الداخلية. ما يفيد ست فرح، ليش ما يفيد؟ ما يفيد لجملة اعتبارات. ما يفيد لأنه أولا الجهد الاستخباري والمعلوماتي مفعل على قدم وساق، بمعنى العصابات لا تستطيع نقل نشاطها من منطقة إلى منطقة، لأن تحتاج إلى بيئة آمنة تتلائم مع توجهها مع قدرتها مع عملها. يعني مثلا يعني قبل نحو 5 أيام في محافظة السليمانية تم تفكيك أكبر مصنعان لإنتاج الكبتاغون والمخدرات، مصنعان كبيران من قبل مديرية مكافحة مخدرات بغداد بالتعاون مع مكافحة مخدرات السليمانية، وتم تفكيك مصنعان فرح ينتج حبوب هلوسة يتم تصديره إلى محافظات وسائر المحافظات المتبقية من العراق. لذلك أعتقد يعني شوفي مديرية مكافحة إجرام بغداد امرأة طاعنة بالسن رايحة تروح تصرف فلوسها للحج، تروح الحج فرحانة بموسم الحج و8 ملايين بجيبها، وإذا بامرأة صفت محلها امرأة ثانية وسرقت كل أموالها اللي تذهب بها للحج، والمرأة خرجت مباشرة خارج بغداد. يعني الجريمة معقدة، لكن مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض عليها ولاحقتها وسلمتها للعدالة. شن هي المناطق اللي تشبه منطقة البتاوين يحتاج تطهيرها؟ يحتاج، أنا في تقديراتي مناطق مثل مناطق البساتين، حي البساتين تحتاج إلى عملية، مناطق في أطراف الأمين، العشوائيات، كل عشوائيات تستدعي وتستلزم أن تكون هناك عملية تطالها، بعض المناطق الشعبية وبعض المناطق الأطراف، المناطق التي يشتبه بأنهم غير مسجلين بمكاتب المعلومات. اليوم جهاز الأمن الوطني يطلع بدور كبير جدا، للأسف الدور هذا لم يسلط الضوء عليه، اللي هو دور إحنا بظهركم اللي يستهدف أكثر من 80,000 فتاة مراهقة. يعني ابنية يتم البنات مع الأسف بعض الفاشينيستات بنية صغيرة قاصرة تهرب من أهلها نتيجة ضغط اجتماعي، قد يكون راسبة بدرس، قد يكون ضغط من أخوها، تهرب تستلمها فتاة أخرى تسوي لها برين ووش غسيل دماغ تأهلها وتهربها إلى تدخلها إلى عالم. شنو علاقة الفاشينيستات بهذه النقطة؟ ما الفاشن، مو كل الفاشينيستات طبعا، لا طبعا البعض. لغة التعميم مرفوضة طبعًا. لكن شنو أقول يعني الفاشينيستات بالنتيجة هن فتيات عراقيات يرغبن بالعيش بهذه الحياة، البعض منهن شوية غالي بالغ بالظهور وبالغ بالكلمات النابية، ومنهن من صعدت وهددت باسم العشيرة، ومنهن من خرجت عشيرتها خلفها تداعي بالثأر لها، وإذا تحرش أحد بها ستقوم العشيرة. ومن باب أولى عشيرتك اللي جاية طالعة مع يعني مع بعض الأعمام أعمامك، ومن باب أولى يوجهوك يقولوا لك ترى هذا إحنا مجتمع شرقي
المفروض كذا وليس المفروض كذا. ومو بس يعني مجتمع شرقي، هو اكو قانونا ما يجوز تتلفظ بالكلمات اللي تتلفظ كلمات بها ناديه وخادشه زي. فرح ويعني اليوم حقيقه الجهود للاسف جهود جباره تبذل زين فرح. نرجع لهذه النقطه، الفاشينيستا تؤهل هذه الهاربات بعضهن طبعا تؤهلهن للقيام ببعض الاعمال ربما المنافيه للاخلاق. ست فرح انا متاكد انت ما تشوفين المقاطع النابيه، لكن مرات هي تعترض طريقك، انت اولا هم اعلاميه وحالنا حالك بالتاكيد وتستقصين مرات، واكو بعض الشخصيات مشخصه تماما تستهدفك امامك. تشوفين في بعض النوادي الليليه، شوفين بنيه صغيره ما يتجاوز عمرها 14 سنه صحيح وهي ترقص، شنو هاي؟ ممكن تفسير؟ هذا هم المواطن راح يقول لك وين وزاره الداخليه؟ وزاره الداخليه كافحت الجريمة المنظمة بصورة رائعة جدا. يعني حينما يكون وزير اليوم تصريح جدا إيجابي وجريء لوزير الداخلية موقوفه مع المواطن، قال لن أسمح لأي شرطي مرور ولأي منتسب بالمرور باستغلال وبابتزاز المواطن العراقي. تصريح إيجابي وكبير لم يسبق لأي وزير داخلية سابق بأن صرح ولوح بمثل هذا. بس احنا مشكلتنا اكبر من المرور، اكبر اليوم دا يستهدفون البنيه الاخلاقيه للمجتمع العراقي. البنيه الاخلاقيه تبدا من الاسره. اليوم يعني برتراند راسل يقول المجتمع يتكون من الاسره والاسره تتكون من الاب والام. دكتور ودكتوره اثنينهم اطباء في احد مناطق بغداد، لديهم ابنه وحيده وهذه الابنه الوحيده يغرر بها احد الشباب وبعد ذلك ياخذ صورها ويقوم بابتزازها وتسرق من والدها ومن والدتها حتى تبلغ أكثر من ذلك الأمر فتهرب معه ويبتزها وهي الوالد والوالد لا يعلمون بهم. أحسنت، يجب متابعة من الأهل من الأب والأم. لكن أنا أسألك بصراحة أستاذ فاضل، اليوم عملية البتاوين طهرت منطقة البتاوين بجهود جبارة من وزارة الداخلية ومشكورين عليها، هم يراد لنا عملية على مواقع التواصل الاجتماعي ربما لتطهيرها مثل عملية البتاوين؟ لو هذا التشبيه بعيد. والله أنا فرح، أنا بودي أي واحد يريد يتكلم على الفساد يقول سأعلن وكذا وسأكشف، من باب أولى خلي حيله يوديها للقضاء أو للنزاهة أو للهيئة لمكافحة الفساد. أنت مو قاضي، بعدين أنت بتصدر أحكامك يعني الارتجالية، هذا فاسد وهذا عنده بنت وعنده ابن وعنده أم وعنده زوج. أنا ما لست مع الفاسدين، بس أقول ملف الفساد اللي تمتلكه حوله القضاء من باب أولى القضاء هو الذي يقتص وهو الذي يحقق. ما عندك أدوات ضبط قضائي ولا تحقيقي، وأعتقد أن يعني يجب ضبط إيقاع مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا هذا الانفلات الذي يستهدف البنية، يعني قلت ليفي شتراوس بنيوية المجتمع أصبحت يعني تهتز. اليوم موظف ومدير وضابط ومسؤول أصبح يخشى أن يكتب مدير إذا يعارض مواطن أو يعارض موظف ما يقوم له بعمل مخالف للقانون، هذا لا يسلم من وطأته، يقوم بالتشهير به ويقوم بضربه ويقوم به. هسه المواطن يقول لك شختلفت البتاوين عن مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يريد مواطن عمل مو زين يروح لمنطقة البتاوين، وهسه أنت جاي تفتح تليفونك ويشوف به أشياء انت ما تحب تشوف. فرح، انا في تقديري مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف سمعه المواطن واسم المواطن وتنال من الشخص ومن الانسان ومن المواطن العراقي، انا في تقديري هذه اشد وطأة وأسوأ من البتاوين بألف مره. البتاوين يعني يفسد على نفسه وعلى غيره، يفسد جزء بسيط لكن هذا يفسد بشكل مرئي ومسموع. هذا يريد أن تشيع الفاحشة واسع الانتشار. نعم واسع الانتشار. زين، نحتاج عملية ضبط مثل البتاوين على مواقع التواصل الاجتماعي والمنادين بالحريات الشخصية. هم يعتقدون الاعتداء على متعلقات فرح حرية، يعتبرون استهداف فاضل أبو رغيف حرية، لكن حينما يتخذ القضاء والقانون مجراه بهذا الذي يتجاوز ويبتز وصاحب مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كون لا، هذا كون اذا تستهدفه لازم انت اتخذت اجراء منافي للعداله. هنا اكو اجراءات خارجيه تعبث بالامن الداخلي العراقي أنا والاخلاقي في تقديراتي. نعم. لو داخليه، انا في تقديراتي الحملات الموجهه التي هي حملات كبيره وحملات تخضع الى توجيه يعني بريموت كنترول، اعتقد انها توجه من الخارج، قطعا هي توجه من الخارج. هؤلاء ادوات
بس يعني لازم اكو جهات تنفذ هنا على هي الاداه المنفذه في الداخل. الاداه المنفذه في الداخل يتم عشرات يتم القاء القبض عليهم، لكن ما ادري يفرخون ذولي ما ادري يعني. انا بصراحه حتى جماعه المحتوى الهابط، يعني محتوى هابط وانسجنوا اشهر، رجعوا اشد فتكا بالمجتمع العراقي واشد سقوطا اخلاقيا بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني ما عدنا نشهد نفس الحمله الاولى بالانحطاط، يعني يعني مررنا قبل نحو عام من الان اي يعني بموجه من المحتوى الهابط، يعني خصوصا هاي البنيه اللي تقول اكبر رجال اجيبه ب 50,000 او هذا اللي مسمى حسحس او والله حتى ما اعرف اسمه حسحس اي يعني حسحس والشهيد الذي قتل على يعني ميدان المعركه في الدفاع عني وعنك. هذا المشكله، هذا استشهد حتى هذا يعيش. يعني اليوم المواطن يسال يقول لك شاب جيد خلوق متدين دافع عن العراق وعن مقدسات العراق، حتى مثل نماذج حسحس تنقل صورة عن العراقيين بهذه السلبية. للأسف بعض السياسيين أيضا يلتقون بهم ويستقبلوهم برحابة وكأنما هؤلاء قد حققوا إنجاز، وهذا الإنجاز يحسب على البنى التحتية لأخلاق المجتمع العراقي. شكرا جزيلا، كل الشكر الأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني، حياك الله. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، نورتنا. ملف حلقتنا الثاني لهذا اليوم راح يكون حول نشاط هيئة النزاهة بضبط حالات الفساد والرشا في مؤسسات الدولة، راح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. تحرك تقوده لجنة النزاهة البرلمانية ضد أخطبوط الفساد الممتد في بعض مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، آخرها الإطاحة بضابط برتبة عقيد في محافظة كركوك متلبسا برشوة لحسم الدعوة التحقيقية الموجودة بعهدته. أرى أن هذه الخطوة جدا إيجابية، وخاصة مع حكومة دولة السيد السوداني، كان أكثر من غيره من رؤساء الوزراء السابقين جادا في عملية مكافحة الفساد. نشاط مستمر من قبل الهيئة التي تعالج تعاطي نسب الرشاوي بين المتورطين، فيما يرى مراقبون يجب دعم سلطتي التشريعية والتنفيذية للنزاهة التي تكافح ملفات الفساد والأموال المهدورة والمسروقة التي تقدر بمليارات الدولارات. اليوم الخطوات التي تقوم بها هيئة النزاهة يعني هي حقيقة خطوات إيجابية، خصوصا في ملاحقة الأسماء المتهمة وفي يعني إلقاء القبض على العناوين التي تلاعبت بالمال العام وكذلك مذكرات الاعتقال. لكن اليوم أعتقد هيئة النزاهة تحتاج إلى دعم واضح سواء من الجهات التنفيذية أو حتى التشريعية، وخصوصا لجنة النزاهة البرلمانية أيضا تحتاج إلى معالجة النقص التشريعي. هنالك أيضا الجهات القضائية يجب أن تعمل بمعية أو بشكل متزامن مع هيئة النزاهة من أجل حصر الفساد وتجفيفه من المؤسسات الحكومية. تستمر هيئة النزاهة الإطاحة بالمرتشين من قبل بعض المسؤولين المستغلين مناصبهم لمنافع شخصية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع الأستاذ سعيد ياسين الباحث في مجال مكافحة الفساد، حياك الله. أهلا وسهلا بك. بداية، وين العراق في المؤشرات الدولية من مكافحة الفساد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي فرح، حياك وللجمهور الكريم، وشكرا لهذا المحور. حقيقة احنا ابتداء وطنيا يعني من قبل سنة 23 ولحد الآن، ونتيجة يعني الجهود اليومية، نعم، هنالك جهد كبير مبذول من هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، والأخطر في مكافحة الفساد هي مكافحة الرشوة. ما زالت الخطوات في بدايتها تحتاج إلى كثير من الإسناد والدعم، جزء من الجهد يعني الجهد الإعلامي في إرشاد وتنوير الرأي العام، وجزء منها احنا كمواطنين عاديين يجب ان نساعد، وراح نجي بها بالتفصيل. في المؤشرات الدوليه هنالك مؤشر
مخاطر الرشوة لسنة 23 صدرت في 24. نعم. العراق مرتبته 166 من مجموع 198 دولة. خطير الوضع. طبعاً. والدرجات اللي محصل عليها يعني 68. وإحنا وهناك مراتب يعني بالدول العربية وما شابه. عموماً إحنا علينا أن نبدي متى كيف نبدي يعني. المؤشرات لحد الآن يعني في سنة 24 أكو هناك الأتمتة، أكو هناك نوعا ما تبسيط إجراءات. أعتقد من البطاقة الوطنية ستكون الإجراءات يعني يعتمد عليها في التبسيط. هنالك تطور في وزارة الخارجية، عندنا ملاحظات على الأداء، ازدحام ما شاء، ولكن البداية صحيحة. هناك نظام استلام شكاوى إلكتروني، وهناك تطبيقات بتسهيل هذه العملية، فصل المواطن بشكل مباشر، التعامل بشكل مباشر مع الموظف، أعتقد راح يكون له أثر كبير. الموظفين، بعض الموظفين يكون تابعين لجهات متنفذة، والجهات المتنفذة تريد فلوس. أجيش العملية مرصودة يعني ابتداءً عندما الموظف يشتري الوظيفة بفلوس. أي صحيح. يعني بيش يطلع فلوسه، وهذا يشمل النائب ويشمل من هو القيادات صحيح. العليا بالدولة. هو العملية تدرج، ولكن الآن عندما يعني هاي ما يخص المواطن، يخص المواطن مثلا وين؟ عندما تكون أثمتة في التسجيل العقاري، عندما يصير الأثمتة في الدفع المسبق للجباية زين، عندما يصير الأثمتة في العمليات اليومية للمواطنين اللي بالضريبة وهكذا، أعمال يومية في الدفع في الصحة، في الدفع يعني الدفع بالكهرباء والدفع زين في الوقود وما شابه، هذه كلها حقيقة نحتاج بعدها. هالساعد طبعا على مكافحة الرشوة، والرشوة هو النفوذ يعني استغلال للنفوذ الوظيفي في إحقاق في حجب حق عن من له حق. بصراحة شنو أبشع صورة للابتزاز وأخذ الرشوة؟ لا 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 والله صدق، لأن اليوم المواطن حق علينا أنه نوضح. هسه اليوم مو الفلوس بس، الفلوس لو أكو نوع لا أكو من أكو لا أكو. شن هي؟ هو حجب حق عن من له حق زين، ومنح حق من ليس له حق نتيجة النفوذ الإداري. هذا الجانب. الجانب الآخر زين. الرشوة أنواع. الرشوة مثلا بالمؤشرات الدولية هي بالتعاملات اليومية ماشي، اكو رشوة في قطاع الاعمال والشركات زين، واكو رشوة اخرى يعني مع الاسف نحاول يعني يتم احتوائها، هي الرشوة الجنسية. هذه ايضا عندنا اليوم موجودة في دوائر الدولة. نعم. ايش قد اعدادها باعتبارك هسه طالما احنا خبير في مجال مكافحة ستي احنا من نراقب مثلا نراقب تقاعد الشهداء. انا كنت فريق تبسيط اجراءات تقاعد الشهداء، كشفت حالات وتم يعني معاقبتها. اذا العمليه موجوده. شنو يعني الحالات استاذ سعيد؟ ابتزاز جنسي. يعني ما كمل المعامله الا اخذ فشي معين؟ اي هذا موجود. انا ما اريد. وكانت في الحمايه الاجتماعيه ايضا، هذا اتحدث عن سنوات سابقه. الان عندنا مراقبه، هذا الامر انحسر وحتى يعني كثيره ولكن لا تعتبر ظاهره، ولكن ظاهره الرشوه في دوائر محدده. يعني الرشوه في السجون اكو، دوائر الاصلاح، في الضريبه، في الجمارك، في المنافذ، في كل مكان. في هسه اكو سجناء بالسجن، احنا حكيت كبيرات يعني. نعم. وفي التسجيل العقاري، في كل الدوائر اللي في أمانة بغداد، في دوائر البلدية، جباية مشكلة بيه. أي في الضريبة ذكرناها، تبقى العملية نسبية. كل ما قطاع الجمارك يكون مؤتمت وقطاع المنافذ يكون مؤتمت بالنظام الجديد الأسيكودا، هذه العملية بها تراجع يصير. يبقى
يبقى النفوذ يعني. استغلال النفوذ هي مشكلتك بالنفوذ، لما انت تطب على مدير عام لو موظف تلقى عنده شده او شدتين، شنو معناته اساسا؟ اي طبعا، لان عندنا تقاعد شهداء، احنا ناجي تبسيط اجراءات تقاعد الشهداء، وبالاخير ما تم الكشف عنه في الانبار، وانا ادعي في كل المناطق اللي كانت عمليات حربيه يعني بها. اي والانبار كنموذج، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه واسترداد اموال ايضا بها. تخيلي حتى في الحمايه يعني تم استرداد 223 مليار دينار يعني من المتجاوزين عن الحمايه الاجتماعيه. وهكذا في رواتب الشهداء، وهكذا في ضحايا الارهاب. هذه اللي يعني اكو تماس. ضحايا الارهاب اكو فلوس راحت للارهابيين بدل ضحايا الارهاب؟ نعم. ايش قد اعدادهم؟ ما بس هذا المؤشر موجود. نعم مؤشر موجود. الاجراءات تم اتخاذ الاجراءات. طيب ايش قد عددهم ما شابه، هذا موضوع ثاني. احنا كان بوقتنا يعني طلع واحد ارهابي في الناصريه، والمجتمع المدني يعني جتنا معلومات بانه هذا ارهابي بده يطلع على راتب، وهذا حكي ب 2015 2016. رح ناقش شوي حضرتك هذه النقطه، فقط اسمح لي ان ارحب بالنائب عبد الامير المياحي عضو لجنه النزاهه النيابيه. حياك الله سياده النائب. كيف تقيم جهود هيئة النزاهة في ملاحقة وضبط حالات الفساد والرشا في الدولة العراقية؟ سيادة النائب سمعتني؟ سيادة النائب سيحاول الأخوة الاتصال به من جديد، يبدو أن سيادة النائب لا يسمعني بشكل جيد. نرجع لموضوع ضحايا الإرهاب اللي صارت معدل فلوسهم ورواتبهم للإرهابيين. قلت هذا في السابق، اليوم ماكو مثل هيك حالة؟ لا، احنا كل ما تم أثمتت وزيادة، ولذلك الحكومة قررت تأسس دائرة اسمها الرقابة الداخلية، اللي هي العلاقة بالمراجعة والتقييم والتقويم والتحقيقات والعقود والمتابعة، ومحمية وما حد يدخل شغلة فنيا إداريا بالوزارة. بس المواطن يشكل على اللجان الرقابية. هذه الإجراءات تساعد. أي بس المواطن يشكل على اللجان الرقابية، يقول وينها؟ ما هي كانت موجودة بسنوات سابقة، شنو اللي قدمتها وشنو اللي حققتها؟ عموما سيدتي، احنا جريمة الرشوة هي جريمة تنخر بهيكلية الدولة. فإيش قد ما السلطة التنفيذية تتخذ إجراءات في عملية ملاحقة المرتشين وردعهم، وهذه ما قامت به هيئة النزاهة يعني بالفترة الماضية، يعني سنة ونص الماضية، السنة الماضية ولحد الآن هنالك تنامي كبير وتقدم يعني في هذا الموضوع. يعني عندما يروحون على مدير أراضي لو مدير دائرة يشوفون عنده كذا كيلو ذهب وكذا القاصة وشدات وأنواع من السيارات الفارهة، همات الأراضي اللي صارت، بعض الأراضي اللي تمنح لل يعني أراضي صحيح تمنح مثل ما صار بالأنبار، وهنالك استغلال نفوذ في البصرة، في الديوانية، في الناصر، يعني في كل المحافظات. هناك بالتسجيل العقاري في نينوى أن أكبر هنالك أراضي، أكبر نسبة رشا فيما يتعلق بالتسجيل العقاري. لا هي حسب العمليات، احنا عندنا في مجال القطاع الخاص، قطاع الشركات هنا يعني في مجال رشا؟ اي طبعا، قطاع الشركات مجبرين يعني يتم استغلالهم، وفي بعض الاحيان نفوذ مسلح، فهذه تحتاج لها. اصل لي نفوذ مسلح يعني اذا ما قمت لي بهذه العمليه مال بيع او الشراء لا انت اتاوى. اتاوى؟ اي اتاوى، نعم انت اتاوى، فهذه استغلال النفوذ، فيدهدرون عليه موظف ويحاول شو اسمه. عموما احنا قبل هاي النقطة اليوم الإجراءات يعني اللي قاعدة تردع يعني، بس أرد أفهم قبل الإجراءات اليوم ثقافة المواطن إذا تأخرت معاملته شوية مثلا. أحسنتم. إيش راح يقول لك؟ راح يقول لك والله هاي المعاملة ما تمشي إلا بفلوس. صحيح. فالمواطن وهو مهيئ نفسيا، مهيئ نفسيا عندما يراجع الدائرة الفلانية، عندما راجع مهيئ نفسيا يروح على العرض حال شيء، يروح على الاستنساخ ينطيه هو يرتب الهيئة. أنا أشوفها نعم. زين؟ وهذا الموضوع انا في كثير من الاحيان عده دوائر انا رحت لها يعني بنفسي زين كاسكيته وش اسمه يعني
كاجوال لابس زين. ملابس عاديه ورحت ابتزاني يعني انطيت رشوه 25,000 وبعدين بلغت الوزاره. ما معناه احنا من دا نحكي مو من اجل ان نحكي، احنا من نحكي يجب على يعني نحتاج المواطن يشعر بانه هاي الدوله دولته وهاي الدائره له وهذه الاموال امواله وهذا يعني يشعر بملكيته للدوله بالانتماء والوطنيه من خلال الشعور بالملكيه يعني ملكيته للدوله من خلال المواطنه. والظواهر موجوده تنتهي لا يتم مستحيل يتم الانتهاء منها، ولكن شنو من الممكن احتواء الاحتواء يجيب الردع. مع الاسف لحد الان يعني الردع غير كافي. هذا الجانب نحتاج الى حمله توعيه للموظفين ونحتاج الى حمله توعيه لنا يعني كمواطنين بانه نقول له لا تدفع رشوه واذا ابتزوك بلغ. هنا نحتاج الى نظام استلام الشكاوى. من يستلم الشكاوى والموظف بنفس الدائره؟ في حين اذا اكو جهه تفتيشيه في نفس الدائره مثل ما كانت مكاتب المفتشين الان راح يتاسس دوائر الرقابه او لهيئه النزاهه ايضا اكو جانب ابلاغ. انا طلعت في جهود مكافحه الفساد قبل اقل من سنه بانه هذه البرامج نظام الشكاوى المواطن يدخل لاي برنامج تطبيق من التطبيقات اكو جهه تراقب وهي الجهه تراقب اذا اكو شكوى تؤشر هذه الشكوى التاريخ والساعه ومن ثم يتم مراجعه هذه الشكوى زين حتى كيف هل حل تم حل الشكوى او تم تلبيه المتطلبات. استاذ سعيد اسمح لي لانه سياده النائب ينطر على التليفون راح ارجع وياك باقل من دقيقه نلخص ما هي الاجراءات اللي يجب اتخاذها لمنع هذه الحالات. اذا اهلا وسهلا بسياده النائب عبد الامير المياحي عضو لجنه النزاهه النيابيه حياك الله. سالتك قبل قليل عن كيف تقيم نشاط هيئه النزاهه بالحد من الرشاوه وحالات الفساد خلال الفتره السابقه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحيه لضيفكم وكادر قناتكم الكريمه. حياك الله. ما اعرف ممكن تعيدين السؤال؟ هل سالتك عن تقييم لجنه النزاهه او هيئه النزاهه؟ لا، لجنه النزاهه شنو تقييمكم عن حالات ومعدلات الفساد وحالات الرشا في دوائر الدوله؟ شلون تقيمها حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بصراحه واكون صريح بالنسبه للرشوه او الفساد في مؤسسات الدوله هو مستشي استشراء كبير جدا على مستوى عالي ويبدا من ابسط موظف في الدوله يعني او ابسط مؤسس للدوله عفوا. نعم لا تخلو من الناس الوطنيين والخيرين واللذيذين، ولكن الفساد للاسف الشديد يعني مستشي في مؤسسات الدوله بنسبه عاليه جدا تفوق 90%، فبالتالي هذه نسبة عالية جدا والقضاء عليها في هذه يعني ليس بالهين وليس ببساطة ويحتاج وقت كبير. وهذا يعني مر عليه الزمن وسبب الظروف اللي مر بها البلاد من السنوات السابقة وبسبب تراكمات الحكومات السابقة ما قبل 2003 وليس حديثا، انه العراق مر والشعب العراقي مر بظروف صعبة جدا. بالتالي من البديهي انه اي بلاد يمر بظروف حروب متتاليه وظروف حصار اقتصادي جائر اكيد يمر بهذه المراحل الصعبه، وهذه تركه واثر كبير جدا في نفوس الموظفين. ولكن سياده النائب نعم في كل وزاره اكو تشكيلات رقابيه داخل هذه الوزاره وهيئات، لكن للاسف ما نلقى لها اي دور بالحد من الفساد او حالات الرشا. ما الاسباب برايك؟ ما موجود. قبل كان المكتب مفتش وتم حل هذا المكتب وبقت المؤسسه او الوزاره او الشرق هي تسرح وتطمح بما يحدث صراحه، وحتى كان سابقا انه الموظف من نفس المؤسسه هو يكون اختيارا للمفتش، فبالتالي يكون أداء ضعيف جدا. نعم كانت هناك تقارير ترفع من قبل المكتب المفتش إلى هيئة النزاهة أو إلى الدعاء العام، ولكن
يعني احنا ناقشنا هذا الموضوع داخل لجنه النزاهه، انه وجدنا انه هو يجب اعاده مكاتب رقابيه داخل مؤسسات الدوله وداخل الوزارات، ولكن ليس من نفس الموظفين من نفس المؤسسه، انه اذا كان تابع الى رئيس المؤسسه المدير العام او الى الوزير وهو موظف تحته يعمل، نعم، ولكن يراقب اداء هذه المؤسسه يكون اداء ضعيف جدا او غير قادر على متابعة الملفات وضحت الفكرة الممكن متابعتها. نعم، شكرا جزيلا سيادة النائب عبد الأمير المياحي عضو لجنة النزاهة النيابية، شكرا على كل هذه التوضيحات. أرجع لك أستاذ سعيد بالإجراءات لمكافحة الفساد والرشوة وبأقل من دقيقة لو سمحت. نعم، ابتداء يعني اتخاذ إجراءات مهمة في تبسيط الإجراءات، طبعا ها كل في المؤسسات، مؤسسات وزارة الداخلية، نعم، كلها يعني المرور، الجنسية وما شابه، هذه معروفة احنا من المواطنين نعرفها، تبسيط الإجراءات هذا جانب. جانب آخر هي إعادة تأهيل الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة داخلية ودفاع وبقية الأجهزة بمخاطر هذه الجريمة، الردع، دعم هيئة النزاهة بهذا الجانب كموظفين ككادر، بالإضافة لذلك نحن كمواطنين علينا أن نلتزم بعدم دفع الرشوة و ما شابه. بالإضافة لذلك مهم جدا أن يدمج الإعلام في تنوير الرأي العام في هذا الباب، لأنه الإعلام دوره مهم، وكل ما كانت المؤسسات الإعلامية تدخل، الأجهزة الإعلامية تدخل وتوصل إلى المعلومات، كل ما تكون هنالك يعني أثر فاعل في عدة جمهور. بالإضافة لذلك مساعدة شركات قطاع الأعمال بعدم ما يأثر يعني عدم إجبارهم على الابتزاز، وهذا يكون محل مسائلة يعني. شكرا، شكرا جزيلا الأستاذ سعيد ياسين الباحث في مجال مكافحة الفساد، شكرا على كل هذه التوضيحات، ممتنة جدا لجنابك الكريم. قبل لا نروح وياكم للموجز الخبري، خلونا نستعرض أبرز ما جاء في منصة إكس حول تصريح اللاعب علي جاسم بعد فوز المنتخب الأولمبي على نظيره الإندونيسي تحت وسم حالي حال الحشد، والذي تصدر ترند العراق ليومين متتاليين. لنتابع. ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. الشيخ همام حمودي ورئيس الجمهورية يؤكدان على ضرورة حفظ استقرار العملية السياسية. السودان يوجه باستمرار استنفار الجهود الخدمية والإغاثية للمتضررين من الموجات الفيضانية. نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد لبعثة الناتو جهازية القوات العراقية للتعامل مع التحديات الإرهابية. ووزير الصحة يطلع على مراحل إعمار وتأهيل طوارئ مستشفى اليرموك ويؤكد افتتاحها قريبا.
محافظة بغداد تعلن افتتاح مشروع مدخل بغداد الموصل نهاية العام الجاري بعد تسريع وتيرة العمل. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.